كان أهالي قرية شمة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد استقبلوا السيد انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية. وعقدت قرينة رئيس الجمهورية اجتماعا مع متطوعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تفقدت قرية شمة والتقت بعدد من الأهالي وتابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعبر أهالي شمة عن سعادتهم البالغة بزيارة قرينة رئيس الجمهورية لقريتهم، مؤكدين حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدير الكامل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.